رجعك يا ناوي. يا ناوي 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 يا ناوي. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا، وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا الله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي، واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه، انا بقول لك. الادب لناسه. حكم القوي على المطربين. يا جولي. الوش اللي انت عاملاه ده والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بط البقره. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغين ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان شويه شويه. لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حصه، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدلي ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال والله، وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله انت سحبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه، يا خرابي ده انا الجمعيه اللي سانح لوبر يا ولاد. ما هو انت سحبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه
هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع. واه من دقن وفتله. في بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرق يمين. الله هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش جاي من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حبسونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي ادينها له، انت كيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم انا خلاص، انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت بتبصلي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من ليزو اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم ومقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خد الكبدجه تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياد يا نسر، ياد ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياد قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. انسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيما؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني.
عاوز اشوف. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرائيه هيمة، هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومة دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. سارة كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جد هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. واخري انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد. اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى اهدى وتعالى اقعد. تعالى اقعد. ما تفهمني ايش بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار. بس بس يا نجوان، لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعه. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخده على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، أنا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. أقوم أقعد على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا لا إزاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص. يخرب بيتك،
يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ هتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده، وحيات امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي، كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلمين انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل. وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك، واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك، واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي، عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعة كوكايين زيادة، بس الحمد لله ربنا سترها. أنا ما رضيتش أبلغ الشرطة، بس حاولوا تعالجوها. أكيد يا دكتور، مش هنسيبها كده. أنا عارف حضرتك، أنت تقريباً المحامي نادر عالم الدين، صح؟ صح. أنا دايماً بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور. حضرتك طبعاً عارف خطورة حالة الأنسة، أياً كانت علاقتك بيها، ما ينفعش تسيبها كده. أوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطه ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم. ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش، شوف انت ايه. خلاص اللعبه البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبه جديده. زهقت ايه ولعبه ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا اسطى كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك. بقيت مسترخصني لكني على الرف، تلاقي مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره. عيل جديد ولسه جاي الحرم من بلدهم وخطبت كوريا. كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي
حاضر يا هيم. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيم. امين نتجوز يا كبدكي؟ نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها لا لا مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيم، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه، بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحه مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكله مش الاسم، المشكله في المنطقه. احنا ما ينفعش على بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخليه يصوم يصوم ويفطر على بطن البقره. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ ما خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا. انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني. كل شويه هسحب القضيه منك، هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم ورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الاخر. انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده. هتلاقي لك هناك مثلا تلات قضايا قتل، على 10 نصب، على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقته وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي. انا الانسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب هو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش، انت عملت ايه بالظبط؟ انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنه سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر وضربني على قفايا. قمت رايح لشركه التامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب تانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا، وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق، فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر، هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبة لوان قومي فزي فيها. يا راجل انت ما تستبح على الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعد اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجزء وتقلب عليه الاغراض وتبت السر وما بينهم، ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه،
اقول معلش وليه غلبانه ربنا حرمها من الخلف ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلف على العماره كلها وتقول للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده تبقى انت ماره ناقصه وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي انا ما قلتش حاجه. لا قلتي انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي ناخزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. يا مي ولادي بنت خلاص ملكيش عيش معايا. الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه، الوليه الكذابه، الوليه اللي ايديها مخرومه، لكن الوليه لمؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس. يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل بأصل معك، انا مش هكرش كده قدام الناس ولا ما يشواش. لا سكات كده لم حاجتك بنت الناس، اجيب الليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على دير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة يا ولا. لا حاسس شندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله. الشندوتش الكبدة فيه مبزبزة هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانة كده هو طالعة على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوك. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق. والله شاردة وعمالة ادور عليها. خيب على الرجالة. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجة يا كوريا، عمالة تمرجحني، شوية تطلعني فوق وشوية تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقولك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنان. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدنت واسناني قربت تقع. يا سلام انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ايه ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. ده انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا خلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقة في حاجة ناحية خطيبك ولا جوزك بس مش عارفة تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقة؟ يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجنة وخبزة وقرية اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهية، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمة طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وبيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستقبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل.
طب انا جنبك هنا هنهي الحوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقول لك اني هقول البرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطنك. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقره. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا، تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي يا حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي لبسها؟ وعدله الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعوم نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب واحصلك. معلش يا ست نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجالة كده، جنس كلب، يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع، بس بقى خلاص، لا أنا كده مش هبقى مطمن عليكي، بصي، هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى أتكلم أطمن عليكي، ماشي؟ خلاص بقى، خد يا ست الناس، أنا ههبق وهبقى أكلمك أطمن، لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديت نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الزف، ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير، جاتك داهيه فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم، انا كنت بس بطمن والله، اصل ماما تعبانه. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. هتودينا في 60 داهية يا بنت الكلب. ها كفاية ها كفاية، هتودينا في 60 داهية. انا خدت فكرة سريعة عن القضية. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا، المحامي اللي يقبل قضية زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شوية؟ القضية دي خسرانة خسرانة، الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ياما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمه تسلم نفسها
ونحاول ناخد لها اقل عقوبه ممكنه من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6. سلامتك ام حسن دددا بالعين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا بتمشي من حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر لقيتك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم. بعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك را خدي قلبي. اه اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل، ما اشوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك مالكيش قعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بأمان الله بأدب وبكرامة بدل ما تردك ولم عليك الخلق. خلق مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشوية السكان معفنين. انت ولية خاينة وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الأدب اللي أهلك معلموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينة. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرق. اوعى يا عرق. اوعى يا عرق يا ولية. تعمل ايه راجل المستقل؟ انت سامع لك موجوده في ايه؟ ده يا راجل ايه؟ مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ نعم انت طلقه طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واخت وبنتي. لا 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 راجل مش انا وانت. معلش انا وانت تعالى معايا. تعالى معايا يا اخي. لو كان يستهلك والنبي لجوزك ست ايده. معلش يا حبيبتي. مش انا وانت. معلش يا حبيبتي. معلش مش شاكرين يا مزوق. لا يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني. ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه. بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسمية ده مشروع؟ اه يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله ممكن بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد ستوري نفسك. خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. هو ايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي ببيتي. بيتك؟ وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه لحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصورة وعايزة اخش الكبانيه. يو النقلة دي؟ قومي يا اختي، دي حرمة جنيه. اتفضل. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيت يا بعيدة. والله لا افرجك يا قارية.
بدأت تنادى على بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال، جاك طاعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، طاعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قريب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم، إيه الغريب فيهم بس؟ أنا ما أقصدش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة أنت أول مرة اللي فاتت. ما هو زي ما أنت شايف أنا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر أقفله خالص، فعشان كده. بس أقولك على حاجة، أنا كنت مبسوط أوي شوية اللي قعدناهم دول. صراحة وأنا. بجد؟ بس أنا عايز أسألك سؤال. قولي. يعني أنت أكيد شفت وقابلت بنات كتير، إيه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ أنت عايزة الصراحة؟ أنا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي، كل ما أحاول أشغل نفسي بأي حاجة ألاقيني برضو بفكر فيكي وعايز أشوفك. عندكش تفسير بقى للحالة دي؟ أنا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان أنا بتكسف قولي بقى، أنت جاي بس عشان تقولي الكلمتين دول؟ وأنا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، أي كلام تلكيكة يعني، عشان لما نزنق أقولها على طول. طيب والتلكيكة إيه المرة دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابة، خطيب قريبتك. هيمة إبراهيم ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكة، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني أقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني أحسن. بتحبه؟ يا ستي أنا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للإنسان الصح. يعني ما ينفعش أنا أشوف واحدة مثلا مسجلة ولا محكوم عليها بعشرة 15 سنة وأحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. تعملي ايه؟ مالكش دعوة بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقولك مالكش دعوة بيا، انت ما اشتريتنيش على فكرة. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش، خلاص بقى ما تزعليش، انا كنت متقل حبتين خلاص. بعدين انا لما شفت النمرة بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي، انا خفت عليك انت. انا لو جرى لي حاجه انت هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه. بس تزعليش عشان خاطري. هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ مفروض أعيش إزاي يعني؟ زيك كده؟ زي؟ هو ما حدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي؟ يا إما تعيشي زي، يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده؟ بقولك إيه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. ألو؟ أي ياسر بيه، بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة. هو ما بيعملش حاجة غريبة، بيبقى قاعد كتير على الآيفون وبيلعب جيمز، بيتكلم واحد اسمه أبو طالب بيه وبيقول قضية وأسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب أوكي حاضر، هعرف أقولك. أوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكن هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟
قد ايه الحل ده كان غايب عني، وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي، انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار انت يا زفت انتصار، انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايتي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زيي وزيك. طبعا اذنك اكشيز. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فتره من زمان مستنيك تهلي في الحاره. شيخ ناصر ازيك، اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شويه مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر، في حاجه؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخ شكري. امرنا يا سيدنا، انا خدامك. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنه الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختك الست جمالات. هو ده تحبونه؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابن اللذين كل ما هرب منك، يا ابن اللذين عايز كل ما هرب منك. مفكرش انك تعجبني، مفكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. بقول قلت لك نجس. هو ده تحفونه؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابن اللذين كل ما هرب منك، يا ابن اللذين عايز كل ما هرب منك. ما تكرش انك تعجبني، ما تكرش انك تعجبني، بس واحده واحده عليا. اصل انت كل قلت يا بنت وليت علي معاك. مش خارجة، انت بتقطع اسنانها براهيم. انت تطلت يا زبالة، بتقول علينا هو الرخيصة، انت تطلت على خصمينك. يلا يا زبالة، جوتك اللي اعرف وامرك ما هتندف. اوعى اهدى شوية. خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعة، هيصوا انبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنانها اسغني. هيصوا يا جماعة. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع، شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير، انا مش عايز لبش يا دارة. دي بنت لازقه وده راميه جتات عليا. انا اسف مش هتحصل تاني، والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش هتفهم الشغل ده. معلش يا دارة سماح، نكسات اكل ودين، بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. يلا شوف شغلك يلا من هنا يا ياد، ركز يا ياد. يلا نزل الخرابة دي، في ريحة منيلة طلع.
نزل ووطي التي في. اوطي الايه؟ وطي التلفزيون. ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا، عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه. انت مش قلت انها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش اه، بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبة النملة. تفضل ادي 5000 جنيه اهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي، بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل ايه ده انت معفن؟ والله والله ما كنت حتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك. اتفضل يا سيدي، ادي 5 تاني اهو. فين بقى الورقه؟ شوف يا سعاده الباشا، الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح، ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هادي الورقه اشوف اللي فيها ايه، وخد الورقه مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل، الشارع والعمارة والشقة. لا اللي حليح الأول. حاجة غريبة، الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت أنا رديت عليه إزاي؟ ما شاء الله عليك، رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي، رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا مكوس؟ مش مهم يا سندس، بعدين. البت كوريا أول مرة تأخر كده بالليل، بتصل بيها بالتليفون ما بتردش، قلبي وكني عليها، حنزل أدور عليها وأول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتوكلني الزبادي؟ هيتأكلك. أكليه. أنا اللي هأكلك يا سندس. تعال يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ أوعدك يا سندس، أول ما أخلص من اللي أنا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمرة مع بعض هناك؟ أهلا عند النبي؟ آه. قولي والنبي. والنبي يا سندس. انتي كذابة يا اختي وبيع الكلام. هوديكي وهتشوفي، قولي انتي بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انتي كنتي فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انتي بتعيطي في ايه مالك؟ ابراهيم. تاني ابراهيم؟ ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. لحد علاء قال لي ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحه هو قال لي انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني. اكيد ده فاضل لك مره. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطانة، انا كل مره كنت اضرب نفسي 100 جزمه وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انت بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايده. معلش يا كوريا، معلش، هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ وانا ناقصك ولا ناقصة الظابط بتاعك؟ بقولك ايه؟ انت عبر، انا مش عايزاك، انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا؟ انت تستاهل اللي بيعمله فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يا شيخ. روحي كده. ماشي يا ابراهيم، ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا ساره ما تنامي احسن،
بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عامله لي عقله وفيلسوفه وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. علمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يادي يا سكه يا ولا قوم يا ولا. اوه طيب عادي يا عم. حاضر مين؟ اوعى ياما بس مين؟ ايه يا عم؟ عايز الوقت وقتك وانا غفلان اللي عملتك صح. يا خرابي يا ابراهيم، انت اللي قلت الكوري انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستردع منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شيطان ودخل بينكم يا كوري. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوري اصلا حطك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوري لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله استهدى بالله واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زلة ولا حاجة؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعارة، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحم. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روح يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيك، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بطه حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شبتش من الله ربت تغني. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمة على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك.
أو تدخلني في عملية من بتوعك وتخسرهم لي أو ملحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا بوزازة. لا دي قنينة إنينة. مش ضروري يا بابي كل مرة تفكرني أن مروان ونجوان دلوقتي مع بعض. أنا هموت وافهم فيها إيه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزبالة ما بترميش غير مع الزبالة اللي زيها. يا سلام، وكان حد قالك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي يا حبيبتي. اصرف. نو يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50 ألف 100 ألف اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مرة نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا 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 اهلا. صف الله عظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضل يا فندم اتفضل. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي ابراهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجواه. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده، انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا، غريبة ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك هنيها تفتح؟ طب استبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه خلص عليها بقى. انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تمن يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك. لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه، لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات للكباريه وسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. منى الشاذلي ولا منى الحسيني؟ من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه يا كده برضه كبداكي؟ بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعم ياض يا سوك، انت مخك على قد ياض. الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكا، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده، انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس، تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوهانه ده، اللي زي ده يخش عليه 3 عيل جدعان كده اهو، يقلعوه ملط ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعوه ملط عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز، بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج، ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيله، تقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه، ايه هي الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ اه. وبابي بيقول انها عيانه؟ اه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي له
وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحط فيه مناوم لابو نجوان، هيشربه هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود، دي بنتي هايتي، انت جناني. ميرسي بابي. لبست يا اولاد اشيل ايدي من على وشي؟ شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. Yeah, I'm coming.